بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على أول الآية، وهي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. انتهى بنا إلى آخرها، وهي قوله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ذكرنا في آخر الحلقة السابقة أن هذا خبر من الله جل وعلا للمؤمنين، لأن الكافرين يعادون المؤمنين عداوة بينة من أجل أن لا يغتروا بهم أو ينخدعوا بنفاقهم وتملقهم وأن يأخذوا حذرهم منهم. وليس معنى ذلك أن يقطعوا الصلة الدنيوية بهم من تبادل المنافع والتجارة المباحة والاستفادة من خبراتهم أو إبرام العهود معهم إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين والوفاء لهم بالعهد، وكذلك الإحسان إلى من لم يسئ إلى المسلمين من الكفار. كل هذا مشروع، لأن دين الإسلام دين الوفاء ودين العدل حتى مع الكافر، فلا يجوز ظلم الكافر. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن المقصود تحذير من محبتهم للقلوب أو الثقة بهم والغفلة عن كيدهم، هذا هو المحذور، لأن الله أخبر أنهم عدو لنا وعداوتهم بينة واضحة، فنأخذ حذرنا منهم ومن كيدهم ومكرهم، لأنهم يريدون إزالة الإسلام لو تمكن. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وودوا لو تكفرون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إلى غير ذلك من ما يدل على أن الكفار لا يريدون الخير بالمسلمين، وإنما يتعاملون معهم تعامل الدنيوي من أجل مصالحهم لا من أجل محبة المسلمين، فهم يبغضون المسلمين أشد البغض. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: وإذا ضربتم في الأرض فليس، في الآية التي بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية هذه في صلاة الخوف،
والخوف يكون من العدو أن يهجم على المسلمين. فإذا حانت الصلاة والعدو يخشى هجومه وانقضاضه على المسلمين بأن يكون حاضرا ومستعدا للقتال ويتربص بالمسلمين الغفلات من أجل أن يهجم عليهم، فإن المسلمين يصلون ولا يتركون الصلاة في هذه الحالة، لأن الصلاة عون لهم على عدوهم، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة إذا أقيمت ففيها العون الكبير للمسلمين وفيها الرعب للكافرين، فهي سلاح ضد عدوه وليست معوقة، ولكن يصلي المسلمون صلاة خاصة لا تدع مجالا للعدو ينقض عليهم. وقد جاء أن المسلمين لما كانوا متقابلين مع الكفار في بعض الغزوات، في غزوة ذات الرقاع، كانوا يتربصون الفرص بالمسلمين، حتى قال قائلهم إن لهم صلاة لا يتركونها، وحث قومه من الكفار على أن ينتظروا هذه اللحظة فينقضوا على المسلمين. فنزل جبريل من عند الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف والكفار ينظرون إليهم، تعجبوا من صفة هذه الصلاة ومن دقة تنظيم المسلمين ومن هذا التشريع العظيم في صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام إلى أن تقوم الساعة للمسلمين أن يصلوا صلاة الخوف في كل وقت يحتاجون إليها فيه، وليس هذا خاصا بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني بحضور العدو أقمت لهم الصلاة، أي أممتهم في الصلاة. فلتقم طائفة، أي فرقة من المسلمين معك، من المجاهدين معك، يدخلون في الصلاة في الركعة الأولى، والفرقة الثانية تنتظر وتكون في وجاه العدو، في وجاه العدو لئلا يهجم على المسلمين. فيصلي بالطائفة الأولى ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، ثم إذا قام من السجود سجدة الثانية وانتهت الركعة الأولى وقام إلى الثانية، فإنه يبقى قائما حتى تصلي هذه الطائفة، تتم هذه الركعة والإمام قائم ينتظر.
ويسلمون لأنفسهم ويخرجون من الصلاة، ثم يذهبون إلى مكان الحراسة، ثم تأتي الطائفة الذين لم يصلوا في الركعة الأولى ويدخلون مع الإمام في الركعة الثانية، ويركع بهم ثم يسجد بهم السجدتين، ثم يجلس للتشهد، ثم يقومون ويكملون لأنفسهم، والإمام جالس للتشهد ينتظرهم. فإذا صلوا الركعة التي فاتتهم فإنهم يجلسون ويأتون بالتشهد ثم يسلم بهم الإمام. فهذا في غاية العدل، لأن الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام والركعة الأولى وأتموا لأنفسهم، الطائفة الثانية حضرت معه الركعة الثانية وسلم بهم، فيكون هذا من العدل، ويكون هذا أيضا أتقن الخطة الحربية والحراسة والحيطة من العدو. فلله الحمد على منه وكرمه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.